امي وابي يا ابا عبد الله اروح في دول التراب رجلي، اضحي بنفسي وباهلي وكل ما املك لسيدي ومولاي ابو عبد الله الحسين، يكون اكون خادم من خدامه، يكون اكون عابس اللي انجن في حب الامام الحسين. سلام الله عليك يا ابو عبد الله. يعني شعبر لك شنطي سيدي مولاي ابو عبد الله الحسين بذاك الوقت قليله. والله بالحقيقه يعني هي المعروفه، نقول لك احنا شو سحوله، نقول لك الناصر الحسين، نقاتل في سبيل الحسين، بس ذاك الوقت يجوز ما تصير هاي السالفه عندنا، بس احنا خدام الحسين، محبين الحسين، لان الظرف مالتهم جت من عندي هنا، عمجرت مصايب على قضايا الحسين، هواية تخلت من عندها الناس، والناس بقت له على سيره الحسين، حملت المصائب والتعب والسجن والاعتقالات، وظلوا مناصرين للحسين. والله هي هاي شرف عظيم وتوفيق الهي، الخدمة الحسينية شرف عظيم وتوفيق إلهي، اللي الله يوفقه سبحانه وتعالى يقدم هذه الخدمة بهاي الشهرين اللي هي محرم وشهر صفر. أستقبل الإمام الحسين وأستشهد معاه في هذا الشهر إن شاء الله، نكون من أنصار سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين والمستشهدين بين يديه إن شاء الله.